وبعدين يا نصير الموازنه كده مش مظبوطه ابدا، انا لازم العب في الميزانيه دي شويه. ميزانيه؟ اي انا ماليش اعلم اللعب ولا بالميزانيه، انا هاجي بعد شويه. لا 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 تعالي تعالي، انا هخلي ميزانيه اكل المكفوفين 5000 جنيه في الشهر، ايه رايك؟ ازاي ده؟ الاكل المعفن اللي بياكلوه ده ب 5000 جنيه؟ لا ما انا هدخل تحسينات على الوجبات. اه وطبعا التحسينات دي على الورق بس. اه ما طبعا لازم التحسينات دي تبقى على الورق بس، امال هطلع مكافئات ليا وليكوا الملك ازاي؟ انا ماليش دعوه بالكلام. خلاص بلاش المكافئات. استنى بس. ايه؟ اللي تشوفوه. طب تعالي تعالي امسكي ورقه وقلم واكتبي جوابات لكل الهيئات والجمعيات اللي ممكن تساعدنا. يلا امسكي الورقه والقلم واكتبي. ايه ده؟ ايه يا فندم ده؟ ايه فيك؟ حضرتك لابس بنطلون بيجامه في المؤسسه؟ هو في عالم مين بيشوف؟ ما يصحش كده برضه. زملاء هتبقى براحتك في المكتبه، يلا اكتبي. اكتب ايه؟ السيد المحترم الفاضل تحية طيبة وبعد أرجو أن تمدوا إلي يدي المساعدة من أجل الإنسانية المعذبة. إيه؟ إيه رأيك يا نزوزة؟ إيه رأيك في المعذبة دي؟ كويسة كويسة؟ وأنت كمان كويسة وجميلة وشمر. إيه ده؟ يا فندم ده ما يصحش كده. ليه؟ ما يبقاش دمك تقيل، ما إحنا بقينا لوحدنا. يا أستاذ سبعاوي لو قولي لي يا سبعبع. أوعى كده. بقول لك يا سبعبع بمناسبة إيه؟ الله، إحنا مش هنتجوز. ما انت بقالك 5 سنين بتقول الكلام ده. يا حبيبتي يا حبيبتي. يا حبيبتي ما انا قلت لك لازم اطلع مراتي وامنا الاول، وهي صاحبه عيال مش عايزه اكون السبب في موتها. طيب خلاص يبقى سيبني في حالي لحد ما اتطلق. اوكي تقدم استقالتك وترجعي الهدوم اللي انا اشتريتهم لك. ايه ده؟ انت بتذلني بالشغل؟ ابدا يا حياتي ابدا، بس ما اقدرش تقدم عينيا وبعيد عليا. ما فكرتش ولا في ظروفي، هصرف منين على امي واخواتي الصغيرين؟ والله ما انا اللي بصرف عليهم. حن بقى يا نشوزه، ثم انا اعمل لك الكفه الشهريه ده 200 جنيه وشيك اهو. شيك ايه بس؟ انا حاسه انك اشتريت. لا ده انا بحبك كمان. بقول لك ايه، ما تمدش ايدك عليا بقى. الله اوعى، انا عايز اخرج. انت بوليس بس. انا اسف ان انا دخلت على جنبك يا وحش. عموما ما يهمكش، ما انا لوحدي هنا. سعادتك لوحدك؟ ايوه لوحدي. طب عايز اتكلم مع سعادتك في موضوع مهم جدا. طب بسرعه علشان في دي شغل مهم عايز اخلصه. ايوه واخد بالي واخد بالي. ربنا يوفقك في كل اللي بتعمله، ربنا يوفقك. حقيقه يا سبعاوي الموضوع انساني جدا وطلب من سيادتك التركيز. ثانيه واحده اقفل الباب. كويس كويس قوي انت قفلت الباب. ايه خير؟ الحقيقه يا سبعاوي في ايه؟ لا اصل لما قعدت عليها لقيتها سخنه الحقيقه. وساعتك قبل ما اخش كنت قاعد عليها برضو؟ ايوه كنت بريح شويه. اه وارتحت ولا انا دخلت قطعت عليك القعده؟ اه ارتاح حالا. الحقيقه يا سبعاوي احنا هنا كلنا فرحانين. ايوه فرحانين. على اساس ان في مشاكل كتير ساعتك بتحلها لنا، بس احنا شايفين يا سبعاوي الحقيقه حضرتك معايا. ايوه معاك بتكلم. عايز اقول ايه؟ عايز اقول عملية وسعت قوي يا سلام. وصلني كفاية كده بقى. عملية؟ عملية ايه؟ انت فاهم وانا فاهم وحاول تهم الموضوع. موضوع؟ انت بتتكلم عن ايه بالظبط؟ بتكلم عن الانسة. انسة؟ ثنائي عملتوا ايه في العملية بتاعتها؟ انا عايز اقول انا شايف اسمعوا بيه انك ده حاجة تاريخ لاجراء العملية، خصوصا ان كل الزملاء اشتركوا. ايوه بس انا بلغني ان في علاقه بينك وبين بنت ثانيه، وانت عارف انا يهمني الاخلاق في المملكه. ايوه واضح، بس انا مرضي شريف وساعتها اتجوزها الدور الباقي عليكم انتوا. علينا؟ علينا احنا مين؟ انا عارف انك ماسكها كويس. ماسك ايه؟ الاداره. وعشان كده انا شايف يا سبعاوي يا نهار اسود. سبعاوي خلي بالك عندك في المكتب هنا بورص. يا سبعاوي ايه؟ ما بتردش ايه؟ تروحت فين؟ انا في الحمام. اه ماشي معاك ماشي يا عم. ايوه عارف يا ابني انا بفكر في الموضوع وبدي خبر لان المساله دي. الله ايه ده ايه ده؟ ايه الظرف ده؟ لا ده اتشبك معويل بس. لا لا ايه الظرف ده؟ اتفضل انا بفكر في الموضوع وبدي خبر. لا انا سهل مش محتاجه تفكير، دي عايزه قرار سريع من سيادتك. ايوه خصوصا ان في امل بنت تتفتح وتشوف. طيب ماشي مع السلامه. هنتعامل مع سيادتك اب. ايوه الاب. والله انت خلاص 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 أنا كمان خلاص الحمد لله. آه في موضوع تاني بيأثر علينا تحت. موضوع؟ موضوع إيه؟
يبقى شد السفونة الله يكرمك. ليه شد السفونة ده؟ انت ازاي تسمح لنفسك تستغل الموقف بالحقارة دي؟ مين؟ اهدي بلاش فضايح. فضايح ايه؟ اتفضحت اتفضحت خلاص. انا متهيالي كده ان عارف احس باللي كنت بتعمله. لا دي تهيؤات، انت الاعصاب تعبانه شويه. انت اللي مش قادر تمسك اعصابك. سامحوا مين؟ افتكرتك الشواب. ما انا جاي عشان كده. ايه مالك سيف؟ مفتح سامحوا بيه؟ مفتح وعامل نفسه كفيف. وعرفت ازاي مفتح؟ هقول لك احسن. مفتح يا لهوي، مفتح يا باشا يا باشا. شوف يا ابويا يا شباب. هنفكر ازاي بالطريقه دي؟ اتكلم يا لؤول. يا بيه بيشوف كل حاجه بتحصل في المؤسسه. تصور سعادتك انه اتكلم من صيغه مش غريبه. لا ما تتكلمش، انا لا عايز اشوف ولا اسمع حاجه. اتكلم انت يا بيه. اتكشفنا. ازاي؟ عرف عارف كل حاجه. عرف؟ عرف ايه؟ عرف اني انك ايه؟ اني وزع يعني؟ طب وايه يعني؟ قدر كده هتعمل ايه في نفسك؟ الله يا ودي وزعت. ما تعملش في نفسك كده تاني. ما جابلكش سيرتي؟ لا يا فندم. ده غير بقى انا لسه شايفه بعيني دلوقتي هو بيحسس على الباب السحري اللي مودي على الطور التاني. حاسس على الباب السحري اللي مودي للطور التاني؟ ايوه يا فندم. لا يا احلى، ده مش معناه انه مفتح ولا حاجه، هو بس ذكي شويه وانت ما اتعودتش على كده. وانا اشوف اذكياء فين؟ انا مع سعادتك على طول. ايه؟ ايه حصل؟ حاسس ملابسك. انا متاسف سعادتك. بس دي غلطتي انا فعلا. كان لازم اول ما دخل هنا وشفت في ايده كتاب اعرف انه خطر واصفه بالمعروف. ده عامل لي فيها تعصيب. طب ما احنا فيها يا فندم، اطردوا سعادتك ناقص واحد. لا ما ينفعش، ما تنساش انه دخل وسطينا وشاف قصدي وعرف كل اسرارنا. عرف القليل يا سبعه وبيه، ولو خليناه هيعرف الاهم. ما ينفعش ما ينفعش ما ينفعش. انا لو اتغتب هيعمل فضايح حوالين المؤسسه ويكشفنا. طيب حضرتك شايف ايه؟ شايف انه يخرج، بس ما يخرجش سليم. وراي